أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الصحافة لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز ما عنونت به الصحف. نبدأ بالصحف العالمية، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إيران ترفع أسعار الوقود فجأة والاحتجاجات الشعبية تندلع. أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فقالت: انفجار عبوة ناسفة في ساحة التحرير ببغداد يهز قلب الاحتجاجات المناهضة للنظام، وسيستاني صعد نبرته المنتقدة للسلطات ومنح دعمه الكامل للمتظاهرين. أما صحيفة الجاردن البريطانية فقالت: حرائق الغابات الأسترالية يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حريق هاوكيسبوري. بالانتقال إلى الصحف العربية، نشرت صحيفة القبس: الرئيس التونسي يكلف حبيب الجملي بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن رشحت حركة النهضة الحاصلة على أكثرية الأعضاء في البرلمان التونسي الجملي لشغل المنصب. ونشرت صحيفة الشرق الأوسط: الأمن الإيراني يفتح النار على مظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود، خرجوا للاحتجاج على زيادات كبيرة مفاجئة في أسعار الوقود تجاوزت 50%. ونقرأ في صحيفة العرب الجديد: طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع عسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة. ننتقل إلى الصحف التركية، حيث نشرت صحيفة يني شفق: رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون يقول: دعوة الإرهابي شاهين لزيارة الولايات المتحدة خطأ دبلوماسي. وأخيرا في صحيفة ديلي صباح: إبراهيم كالين يقول: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور تركيا الأسبوع الأول من شهر يناير 2020. والآن أعزائي المشاهدين، مع عرض لرسوم كاريكاتيرية جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية، نتابع معا. على مر العصور جاء الاستعمار بمبررات كثيرة ومتعددة، كان أبرزها الانتداب والحماية من الدول المستعمرة، أو النهوض واستعمار واستثمار خيرات البلاد. أما في عصرنا الحديث فالتاريخ هو هو، ذرائع الاستعمار لم تتغير، ولكن سميت بأسماء أجمل وتقنع أكثر من المسميات القديمة التي كانت تتداول في الماضي. فالولايات المتحدة احتلت العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل والقضاء على الدكتاتورية، ودخلت أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب، وتوغلت في سوريا تحت بند مكافحة الإرهاب أيضا، وبعد ذلك استمرت في احتلالها لسوريا تحت حجة حماية النفط وحماية الحقول النفطية من سيطرة داعش والتنظيمات الإرهابية. مجلة نيوزويك الأمريكية فصلت في هذا الاستعمار الأمريكي في سوريا تحت مسميات وحجج كثيرة، نتابع ثم نستكمل الحوار. أكد الكاتبان توم أوكنر وجيمس لابورتا في تقرير نشرته مجلة نيوزويك أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على الوجود العسكري في حقول النفط السورية لا تتفق مع أهداف مهمة الولايات المتحدة المعلنة في البلاد، وتشبه بدلا من ذلك ما اتهمه النقاد منذ فترة طويلة، وهو أن واشنطن تقوم بالغزو والاحتلال من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية. وقال الكاتبان إن ترامب وبعد مرور عامين ونصف تقريبا على رئاسته
قد حقق أخيراً رغبته المعلنة في سحب القوات من معظم شمال سوريا، ولكنه في نفس الوقت كان يخطط لشيء آخر وهو البقاء فقط من أجل النفط. ترامب أعلن بنفسه أن تنظيم الدولة تعرض لهزيمة كاملة، وأشاد بفوزه على الجهاديين إلى جانب استقلال الولايات المتحدة كدافع للانفصال عن النزاعات المكلفة ذات النهايات المفتوحة في الشرق الأوسط. ورغم ذلك فإنه يعطي الأولوية لحقول النفط في وقت لا تعد فيه الإمدادات الدولية من النفط للولايات المتحدة أقل مما كانت عليه منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي. وبرهن التاريخ أن جميع التدخلات الأمريكية في الآونة الأخيرة أدت فقط إلى كارثة، ولم ينتج عن التدخل أي ديمقراطية جديدة ولا ازدهار، إنما المزيد من العنف واللاجئين والضحايا. وكما قال إفغيني بوزينكسي رئيس مجلس التدخل السريع لمجلة نيوز ويك، وأضاف أن التدخل الأمريكي في سوريا والعراق وليبيا أيضاً هو دليل على ذلك. وسخر إفغيني من وقوف الولايات المتحدة الأمريكية أمام العالم بمظهر المدافع الرئيسي عن القانون الدولي، وقال إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا يعارض أي قواعد وضد أي قانون دولي. وكرر إفغيني ما قاله ترامب بأنه يحب النفط وأنه سيحمي حقول النفط، وأوضح أيضا أن الحقول تنتمي بشكل قانوني للحكومة السورية، وهذا يعني أن ما تقوم به أمريكا لا علاقة له بالقانون الدولي. وللحديث عن الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الباحث السياسي السوري السيد حسن النيفي. سيد حسن، أهلا وسهلا بك معنا. أسعد الله مساءكم أجمعين. أهلا وسهلا بك سيد حسن. بداية لو توضح لنا عن دوافع الولايات المتحدة في تدخلها في الأراضي السورية. يمكن التأكيد على مسألة في غاية الوضوح، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر أن القضية السورية هي ذات أولوية بالنسبة إليها، وليس إسقاط نظام بشار الأسد هو مدرج على جدول أعمالها، وإنما سوريا الآن هي ساحة صراع، وأحد اللاعبين في هذه الساحة هي الولايات المتحدة الأمريكية. فما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تحارب أو تريد أن تنفذ استراتيجيتها على الأرض السورية، ليس من أجل سوريا أو من أجل القضية السورية، وإنما من أجل مسائل أخرى. لعلنا قبل كنا أمام شعارين، الأول هو محاربة تنظيم داعش، والثاني هو محاربة إيران أو تجريف الأثر الإيراني من سوريا. الآن وقد انتهى الهدف الأول وهو القضاء على داعش، تبقى المهمة الثانية وهي محاربة إيران، أي عدم السماح لإيران بجعل الأراضي السورية جسرا للعبور من العراق تجاه لبنان. احتفاظ يعني كان يتحدث تقريركم عن احتفاظ الأمريكان بحقول النفط أو وضع يدهم فقط على حقول النفط. يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية النفط السوري يعني أو ما تنتجه من النفط، يعني النفط السوري لا يعادل شيء بالنسبة له، ولكن وفقا لتوجه ترامب الذي يقضي دائما في استغلال الموارد المالية، الآن النفط السوري تستثمره الولايات المتحدة الأمريكية لصرفه على قسد. لا يريد ترامب، وقد قالها علنا، قال لقسد لقد أعطيناكم من المال الكثير. الآن كل موارد النفط هي تعطى لقسد لكي لا تخسر الولايات المتحدة الأمريكية من حسابها الخاص، وإنما يعني هذا كما يقول المثل من دهن ثقيله، يعني من الخيرات السورية تعطي لحلفائها المحليين. صحيح. ويعني الولايات المتحدة دخلت إلى سوريا بحجة محاربة الإرهاب والقضاء على تنظيم الدولة، ثم أعلنت بأنها يعني قضت على الإرهاب وقضت على تنظيم الدولة، وبعد ذلك أعلنت أنها تريد حماية الحقول النفطية من سيطرة التنظيمات الإرهابية. ألا يعتبر ذلك استعمارا علنيا تقوم به الولايات المتحدة للأراضي السورية؟ هو من قال غير ذلك سيدي الكريم؟ أصلا الآن المستعمرون كل القوات الأجنبية على الأرض السورية هي قوى مستعمرة،
من من القوى الأجنبية الآن هي تحظى بشرعية أو جاءت والله بنداء من الشعب السوري أو تبحث عن مصلحة السوريين؟ كل القوى المتواجدة على الأرض السورية هي قوى محتلة باعتبارها تعمل من أجل تحقيق مصالحها ولمصالحها فقط، وآخر ما ينظر عليه هو المصلحة السورية. من هذا الباب يمكن القول نعم الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة محتلة، وروسيا قوة محتلة، وإيران قوة محتلة. هذه القوى التي تبحث عن مصالحها وليس لها إلا الاحتراب على الأرض السورية من أجل تحقيق مصالح. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك السيد حسن النيفي الباحث السياسي السوري، شكرا لك على مشاركتك معنا. ينضم إلي أيضا عبر الهاتف أعزائي المشاهدين المختص بالشأن الأمريكي السيد محمد عويس. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم سيد محمد. تتغنى الولايات المتحدة دائما بحججها وذرائعها في محاربة الإرهاب وإنقاذ الشعوب من الدكتاتورية، هل هناك مثال واحد يثبت أن الولايات المتحدة نجحت في أهدافها التي أعلنتها سابقا من هذه الذرائع الكثيرة من حمايتهم من الدكتاتورية ومكافحة الإرهاب وتخليصهم من أسلحة الدمار الشامل؟ يعني هل هناك مثال واحد سواء في العراق، أفغانستان، ليبيا وغيرها؟ لا أبدا. سبب الفوضى الموجودة الآن في المنطقة، أولا في ذكرت أفغانستان، أفغانستان بدأت في بالاحتلال السوفيتي لأفغانستان، وأتى يعني الاحتلال الأمريكي بعد ذلك، وأتى الفوضى. يعني دعم الحكومة الأمريكية، حكومة ريغان وجورج بوش الأب للمجاهدين، كانت هي السبب في السبب الأكبر في هذه الفوضى وظهور القاعدة وغير القاعدة يعني وطالبان وكل هذه التنظيمات الإرهابية. نفس الشيء في العراق، حتى في سوريا الآن، يعني بعد أن خرجت أمريكا من سوريا تركت العصابة الإرهابية البي واي دي والقسد وتحت عباءة حزب العمال الكردستاني، وهذا يعني هذا يعني سيترك حتى مع خروج القوات الأمريكية سيترك قطر هذه العصابات الإرهابية المسلحة بأسلحة فتاكة كذلك في المنطقة. أنا برأيي التخبط الأمريكي وعدم قدرة أمريكا على التدخل عسكريا والخروج بسرعة، ما زالت القوات الأمريكية في الفلبين وفي اليابان وفي ألمانيا وفي معظم أوروبا الغربية منذ الحرب العالمية الثانية. فلذلك أنا برأيي التخبط الأمريكي وعدم وضوح الاستراتيجية الأمريكية، ودعني أنقل الموضوع إلى سوريا الآن، في المرحلة يلعب الرئيس الأمريكي السياسة ليس مع روسيا ولا إيران ولا النظام السوري ولا مع بي واي دي، ولكن الرئيس الأمريكي يحاول إرضاء يعني حلفائه. ولكن أصبح الأمر معلنا سيد محمد، يعني الولايات المتحدة أعلنت وقالت أن الهدف الرئيسي هو النفط السوري ثمنا للخسائر الأمريكية في الأراضي السورية. يعني ماذا عن القانون الدولي؟ هل يجيز القانون الدولي للولايات المتحدة تدخل في شؤون الدول الأخرى بدون موافقتها؟ يعني أولا ما قاله الرئيس عن الاستيلاء على النفط، وقال أنه لو كان مكان جورج بوش لاستولى على النفط. أولا هذه سياسة الغاب، ونحن لا نعيش في العصور الحجرية. هناك قوانين دولية تلزم الدولة التي تحتل الأراضي باحترام الاقتصاد واحترام حتى وحدة الأراضي واحترام حقوق الإنسان والحقوق الوطنية للمواطنين. فلذلك الرئيس الأمريكي يتحدث من عدم خبرة ويتحدث فقط بإرضاء القاعدة الجماهيرية الأمريكية الموجودة الآن، وخاصة في ظل السنة الانتخابية. هو أكيد يعرف، والمستشارين الآن أخبروه أن كل هذا سيعود على أمريكا بمشكلة كبيرة في المحاكم الدولية. يقول البعض أن الولايات المتحدة يعني تمثل شرطي في العالم بصفتها القوة العظمى في العالم، يعني هل القانون أو هذا القانون يستطيع منعها من فعل أي شيء؟
اولا يعني هم يقولون انهم ثلث العالم، والبعض يعني بعض انا اسميهم جماعة ترامب أو عرب ترامب أو هؤلاء يعتقدون ويقولون أنها شرطة العالم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أنا برأيي هي بلطجة. مثلا لو كانت شرطة العالم لما سمحت لمثلا روسيا باحتلال أوكرانيا، شرق أوكرانيا، يعني هذا على سبيل المثال للحصر. فلذلك لا أبدا، يعني في كل مرة تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية، تدخلهم في فيتنام، في كوريا، في أفغانستان، في العراق، في سوريا، لحد الآن لم تنتهي المشكلة. علينا أن نتذكر أن التدخل الأمريكي في كوريا جعل المشكلة في كوريا لحد يومنا هذا، وهناك قوة نووية هي كوريا الشمالية المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت قائمة وما زالت تهدد كذلك جيرانها والأمن الدولي، وتهدد أمريكا كذلك. أنا برأيي يعني الوضع الأمريكي وسياسة العنجهية الأمريكية القديمة لم تعد تعمل، وأن الرئيس الأمريكي، أخطاء الرئيس الأمريكي هذا، الرئيس الأمريكي ترامب وكلامه الغير مسؤول بموضوع النفط السوري، أنا برأيي سيؤدي إلى غرامات ضخمة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية فيما لو ذهبت سوريا، النظام السوري أو النظام السوري القادم، يعني ليس الأسد، أي نظام سوري معترف به في الأمم المتحدة لو ذهب إلى مجلس الأمن الدولي وطالب والمحاكم الدولية وطالب بتعويضات على كل قطرة بترول يعني سربت أو سرقت من الأراضي السورية. أشكرك جزيل الشكر المختص بالشأن الأمريكي السيد محمد عويس على مشاركتك معنا. إذا أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا في الصحافة. لا يسعني إلا أن أشكر جميع من شاركني عبر الهاتف، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نتوقف مع فاصل قصير ثم أصحبكم زميلي صلاح بابقي لاستكمال حوار المنتصف. ابقوا معنا.